للمزيد من التفاصيل ومتابعة كل هذه الإجراءات وقرعة الدوري العام ووجود فريق النادي الأهلي ورأيه الفني كمان في ترتيب مباريات فريق النادي الأهلي مع ضغط كبير جدا في الأجندة الأفريقية والدولية، تفاصيل كتيرة، لكن مهم جدا بعد مراسم قرعة الدوري نشوف الرأي الفني. معنا في هذه اللحظات الكابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني لفريق النادي الأهلي مواليد 97. كابتن عادل، أولا برحب بيك وكل توفيق يا رب في فريق الشباب، لكن عايز أعرف تعليقك على ترتيب مباريات الأهلي في الدوري العام. اهلا اهلا بك يا محمد، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله كله تمام. دلوقتي كبدايه عاديه، النادي الاهلي لما بيبدا الدوري بدايه قويه السنه دي قوي، بس انا بعتقد يعني ان البدايه القويه بالنسبه للنادي الاهلي بتبقى مريحه بعدين، ولكن احنا بدايتنا بتتزامن مع بطوله افريقيا او المباريات بتاعت افريقيا اللي احنا اتأخرنا فيها شوية، فهتبقى فيها شد عصبي شوية على اللاعبين وكده. ولكن في الآخر أقدر أقول لك إن ممكن تكون بداية موفقة، لما نوفق فيها ممكن تدينا دفعة كبيرة قوي فنية ومعنوية إن شاء الله نركز فيها جدا، وركز إن إحنا نكسب المباراتين هيدونا دفعة معنوية كبيرة قوي لفرقة النادي الأهلي. طيب إقامة مباراة القمة كابتن عادل، إن مباراة الأهلي والزمالك تكون في ختام الدور الأول وختام الدور الثاني. أسألك كناحية فنية، أنت شايف المباراة يعني دايماً بتبقى مواجهة محددة وبتبقى القرعة موجهة دايماً في تحديد موعد مباراة القمة وتوقيتها في جدول الدوري العام؟ أنا أقدر أقول لك إنه كون إن الأهلي والزمالك في الدوري العام كانت زمان بتبقى كويسه دي، لان كان الدوريات بتتحسم، ده الكلام ده من 20-25 سنه، كان الدوري ممكن يتحسم على اخر اسبوع، لكن احنا بقى لنا حوالي يعني خمس ست سنين او 10 سنين واكثر كمان ان الدوري بيبقى محسوم من قبلها بمده كبيره، فمباريات الاهلي والزمالك دائما بتتلعب بدون اي يعني، انت شفت السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها كنا بنلعب مع الزمالك في اخر اسبوع بنلعب تحصيل حاصل، شكل نتيجه الزمالك ينكد على الاهلي لما ياخد الدوري، بس انت فاهم الفكره كده. فمباراه القمه فقدت يعني قوتها، فانا افتكر ان هي لو كانت عادي خالص افتكر ان خرجوا ماتش الاهلي والزمالك خلوه في اخر يعني، ولكن افتكر انه في الوقت الحالي ان كانت المباراه تتلعب في الاسابيع الاولانيه او في وسط الموسم تبقى حاجه كانت تبقى افضل، عشان يبقى في الاضطراب المباراه تاخد جو اقوى فنيا وبدنيا واعلاميا. طيب كابتن عادل، برضو في جزئيه فنيه اسالك عليها، انت بدايه من 17/7 عندك مباراتين في افريقيا، مباراه تاون شيب 17/7 ثم مباراه الجوله الرابعه في بوتسوانا يوم 27، ثم ستعود الى مصر وعندك انطلاقه الدوري العام بمواجهه فريق الاسماعيلي، ثم المباراه الثانيه مع المصري، وبعدها مباراه الترجي. أول خمس مباريات في الموسم بهذه القوة وبهذه الندية، كيف تراها بالنسبة للأهلي في الفترة القادمة يا كابتن عادل؟ أنا شايفها إن هي باد لك في ترتيب المباريات، بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أنت خارج أولاً في لعيبة كمان خارجة معاك من كأس عالم، زي أحمد فتحي عندك في مع المنتخب، أيمن أشرف مع المنتخب، اللعيبة اللي بتلعب في النادي الأهلي موجودة في المنتخب القومي، مروان محسن، محمد الشناوي، مروان محسن والشناوي، يعني دول خارجين من سد كبير قوي، هيدخلوا على معمعه اخرى يعني لغه الكره. اقدر اقول لك ان النادي الاهلي داخل على مفرمه اولانيه، لازم يكون ما حد الله قوي، يعني بمعنى انه الناس ما تقلقش من البدايات، المفروض ما فيش قلق من البدايات، لان البدايات جايه بعد كاس عالم، جايه بعد مباريات قويه للنادي الاهلي، داخل في السد العصبي. فافتكر ان هي بدايه قويه ولكن النادي الاهلي قدام، ما هو احنا النادي الاهلي عشان كده، ما هو ماذا تفعل ان القرعه تنزل تجي لك في الوقت ده، ولكن هي المباريات حرفيه المدرب وحرفيه اللاعبين ومجموعه كتير، مجموعه عدد اللاعبين المميزين يبقى عندك كتير قوي، افتكر ان احنا ممكن نخطي الموقف ده، وان شاء الله انا متوقع ان النادي الاهلي يتخطاه ويتخطاه بشكل جيد بشكل افضل، لان التحدي كبير قوي عندنا السنه، تحدي النادي الاهلي كبير قوي، كبير جدا. يعني انا عايز اقول لك حاجه، انا شخصيا في الفرقه اللي معايا بتكلم على ان طول الوقت انا هشتغل للفريق الاول، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا احضر، لان الموسم طويل، اقل لعيبه يلعب 80 مباراه، خلي بالك ما بين دولي بالفعل وما بين مباريات افريقيا، يعني هيحتاجوا عدد من اللاعبين كتير، عشان كده انا حتى تفكيري في البطوله بتاعتي انا لا اعتمد على بطولتي حتى لو ما لعبتهاش،
وحتى لو خسرتها يعني انا مش بتكلم على ان اخسرها، ولكن هجتهد ان انا اكسبها طبعا النادي الاهلي، ولكن مش في دماغي. انا اللي في دماغي اكتر حاجه ممكن ان انا اوفر عدد كبير من اللاعبين، لان النادي الاهلي هيحتاج لعيبه كتير قوي السنه دي، لان عندنا تحدي كبير. النادي الاهلي لازم السنه دي يعمل حاجه غير عاديه. لو القايمه 25 لاعب يعني، يوم ما بتقلل القايمه بتقللها في التوقيت اللي انت محتاج تزود في القايمه اساسا. ما انا علشان كده اللي انا عايز اقوله لك، يعني انت بتشتغل في ظروف صعبه جدا كده. بقول لك احنا الـ مش الفرقه 97 بس، جميع لعيب النادي المتميزين هاخدهم علشان اخليهم عندي علشان الفريق الاول يستفاد منهم، لان احتمال كبير قوي يشتكوا مع عدد كبير لان الموسم طويل قوي. علشان كده اللي انا عايز اقوله لك، هو تحدي كبير لازم كلنا نبقى قده. لو ما بقيناش قده خلاص، النادي الاهلي اكبر من اي تحديات، النادي الاهلي اكبر من اي حاجه في بتحق. احنا احسن نادي في افريقيا، احنا احسن نادي في الشرق الاوسط، فيجب ان احنا لازم نبقى قد وقت كل حاجه. هو مش بالكلام، بالفعل. واقدر اقول لك ان شاء الله كل ده هيتخطى وكل ده هيرجع الموضوع عادي خالص، وهننافس في افريقيا وان شاء الله ناخد افريقيا، وده المهم ليه، لان احنا محليا فرقنا الناس كتير قوي. مظبوط فعلا. هي المشكله ان الناس عايزه تجيبك محليا لانك انت فرقتهم كتير محليا، فكل التكاتف على انه يجيبوك، فاهم؟ مظبوط يا كابتن عادل. طيب نسبه 10% من الجمهور، سؤال اخير ليك يا كابتن عادل، يعني نسبه 10% من الجمهور وكمان دخولهم هيكون من خلال اي دي، يمكن ده تصريح مهم النهارده للحاج محمود الشامي وهو المنوط بهذا الموضوع لانه هو رئيس رابطه الانديه المحترفه. شوف انا عايز اقول لك حاجه، خطوه جيده، بس ارجو من الجمهور لما يخش يجرؤونا. افتكر ان لو ربنا اكرم ومشيت الامور وظروفها حلوه قوي، افتكر ان هيبقى في جراءه بدل ال 10% يبقى 20%. افتكر ان شاء الله يبقى في جراءه اكتر، لان احنا لما بنركز، طب ما احنا في بطوله افريقيا بنعملها ان بندخل عدد كبير قوي، الناس بتبقى ملتزمه. ارجو ان الناس تلتزم، ارجو ان الناس تحافظ على بلدنا. حلو قوي الدوري بتاعنا لما يرجع بجمهور قوي جدا. انت عارف انه دلوقتي الدوري المصري مش افضل دوري عربي، خلي بالك من دي، لازم نعترف بدي عشان الجمهور وعشان الميديا. فالجمهور لو رجع نرجع تاني احسن دوري عربي، لكن احنا في الوقت الحالي السعوديه افضل دوري عربي من جمهورها ومن الاعلام، صح ولا لا؟ السعوديه والامارات طبقوا شروط دوري المحترفين، وهناك حد ادنى وحد معين لتطبيق هذا الدوري، فالوضع مختلف تماما يا كابتن عادل. لا انا بتكلم حتى لما كان الوضع مختلف بالجمهور كنا اقوى دوري عربي. ماليش دعوه بالاحتراف، انا بكلمك على الشكل العام. لو جمهورنا رجع ورجع بشكل كويس، انت فهمني، لو جمهورنا رجع ورجع بشكل كويس، ال 10% دي اثمرت، هندخل في 20%، ندخل في 30%، حتى اما ندخل في الاخر. عايزين نرجع زي زمان اكيد ان شاء الله. الجمهور يستمتع بالكوره مش رايح لحسابات. تمام، شكرا ليك يا كابتن عادل، موفقين يا رب خلال المرحله القادمه، مرحله هامه جدا سواء حتى في فريق الشباب مواليد 97 او بالنسبه للفريق الاول. شكرا ليك كابتن عادل عبد الرحمن، كان معانا على التليفون اتكلم وقال رايه الفني في ترتيب مباريات الدوري العام والقرعه لاغلاقه مراسم هذه المسابقه النهارده في مقر اتحاد كره القدم بالجزيره. وبالطبع